صباح الخير للجميع. صار موعد فواياج، موعد الاكتشافات والمغامرات. في أماكن بالعالم مشاهدينا بنكتشفها وبتسحرنا من أول لحظة، وبيطلع بالنا نرجع نزورها مرة واثنين وثلاثة خلال كل فصول السنة. ليه؟ لأنه بكل فترة من السنة طبيعتها مختلفة وفيها نشاطات عديدة بتعجب الكبار والصغار، إن كنا عم نقوم بسفرات عائلية أو سفرات رومانسية أو حتى سفرات مع أصحاب للمغامرة. من هالأماكن مدينة إنترلاكن بسويسرا. أكيد يعني سبق وعرفتكم على هالمدينة بفصل الشتاء، وطلعنا على جبل يونغفراويوخ، هالجبل المعروف كتير بإنترلاكن لأنه هو في كتل ثلجية دايمة خلال كل فصول السنة، كان منظر بياض ورواء. اليوم حلقتنا منظر خضار ومغامرات بامتياز. خلينا قبل ما نبلش بالتقارير مشاهدينا نشوف على الخريطة وين بتصير إنترلاكن بسويسرا. إنترلاكن مثل ما مبين علينا بتصير تحت بيرن، النقطة الحمراء مبينة على الخريطة، بتصير بوسط سويسرا بمنطقة أوبرلاند اللي بيتكلموا فيها اللغة الألمانية، لأنه كلكم تعرفوا أنه بسويسرا في عدة مناطق وحسب كل منطقة بيتكلموا لغة معينة، إن كان الفرنسي أو الإيطالي أو الألماني. بهالمنطقة جبال شاهقة، مناظر رائعة، رح نكتشف كل هيدا الشيء بأول تقرير، خلينا نشوفه سوا. من بيروت على مدينة زوريخ السويسرية بالطيارة، ومن زوريخ على مدينة بيرن، ومن بعدها على منتجع إنترلاكن بالقطار. الأول وهلة هالمشوار في بين معقد، بس بسويسرا ما في شي معقد لأنه كل شي مسهل وكل شي على الوقت. فمحطة القطار هي بالمطار، والمسافر ما بيلاقي حاله إلا قاعد وعم بيتأمل المنظر البياض والخضار المنفت يلي بيمتد على مدى النظر. إذا في عنوان لراحة الأعصاب أكيد بيكون إنترلاكن. أول ما يوصل السايح على المدينة بيستقبلوا الرواء وبيلفتوا هدوء السكان، وهيدا الشي بركي بيرجع لموقع إنترلاكن بكانتون أو قضاء بيرن بوسط سويسرا، وبالتحديد بمنطقة أوبرلاند يلي هي معروفة لرواقة وجمال طبيعتها. وبما أنه هالمنطقة مشهورة لجبال الشاهقة، أول نشاط حبيت قوم فيه فور وصولي لهونيك هو التوجه لقمة هاردر كولم، هالنقطة الكاشفة يلي بيبين منها كل رونق وخصوصية إنترلاكن. أهلا وسهلا فيكم بإنترلاكن، هالضيعة الرائعة يلي بتوقع بوسط سويسرا، واسمها بيعني إنترلاكن بين البحيرتين يلي هن من ميلة بحيرة تون وميلة تانية بحيرة برينز، ومنظر رائع مع جبال شاهقة وين ما كان. مش بس بتوقع إنترلاكن بين بحيرتين، هي كمان موجودة على سلسلة الألب الشهيرة بمنطقة مميزة بثلاث جبال، هي إيجر، مونك ويونغفراو. مثل ما شفتوا مشاهدينا بالتقرير، في سواح من عدة جنسيات بإنترلاكن، بيوصل عدد السواح فيها كل سنة لمليوني سايح، وأكيد هذا الشيء يعني بفرجي قد ايه بتستقطب زوار لجمال طبيعتها إنترلاكن وسويسرا ككل، يعني جمال الطبيعة النضرة الحلوة النظيفة يلي عن جد هيك بتفتح القلب وقت واحد يوصل لهونيك. في كمان عامل تاني بيستقطب الزوار هو النشاطات. كنت عم بقول إنه النشاطات عديدة كتير بإنترلاكن،
كان، وكل سنه بيخترعوا نشاط جديد، اشياء كثير حديثه واشياء كثير جديده وبتعجب كل الاذواق وكل الاعمار. انا حبيت نجرب تجربه خاصه هونيك بمكان اسمه انترلاكن رو بارك. خلينا نشوف سوا هالتقارير ونشوف قد ايه المغامره حلوه. وين في جبال شامخة وطبيعة غنية مثل بسويسرا، في أكيد غابات شجر عالية، خرج التسلق وكمان خرج خوض مغامرة غير شكل. بإنترلاكن رو بارك أو غابة حبال إنترلاكن، الحبال وين ما كان، والتحول لطرزان أو جين لمدة ساعتين أو أكثر نشاط بسل كتير كل الأعمار. هون بإنترلاكن في نشاطات للكبار والصغار، للعيال وللأشخاص اللي بحبوا المجازفة والمغامرة. This is your safety material. هودي أحزمة الأمان. إذا أول بكلة مفتوحة بتكون الثانية مسكرة. دايماً لازم تبلشي بالبكلة المفتوحة. بغابة الحبال الهدف واحد، تنقل بين الأشجار، بس الوسائل متنوعة كتير. أول قسم للولاد، وهون كمان في درجات صعوبة بتختلف حسب الارتفاع عن الأرض، صعوبة الدرب، مستوى خطورة الجسور. هون فيهم يبلش الولاد التسلق إذا كان طولهم بين المتر والمتر وعشرين، وفي ثلاث دروب لهالعمر. هون أهين درب ودايما بيكونوا برفقة أهلهم. من طول متر وعشرين للمتر وأربعين عندهم أربع دروب، ومن المتر وأربعين للمترين يعني المراهقين والكبار فيهم يستفيدوا من كل النشاطات. أول تحدي منه إلا تحضير للتحدي الأهم يلي اسمه Vertical Rush أو الاندفاع العمودي، وهيدي هي محطتنا التالية بإنترلاكن رو بارك. نحن هلأ على 17 متر عن الأرض على شجرة كتير عالية، وأول مرحلة رح أعملها هلأ أنا أمشي على هيدا الخشبة اللي كتير رفيعة تأوصل على تاني شجرة. Wish me good luck. الحكي أو الشوفة مش مثل الفعل، ومن تحدي للتاني بيرتفع مستوى الأدرينالين وبيزيد الحماس. بعد المشي بين شجرتين فيكم تعملوا بيس جومبينج، يعني نطوا من المنصة مثل القفز من الطيارة، بس الفرق إنه هون ما في باراشوت أو مظلة. ثلاثة، اثنين، واحد، ويلا! التحدي الثالث زحليتها بتنتهي بالهواء. وأخيراً قفزة التيروليان أو الانتقال من شجرة على آخر الغابة بواسطة الحبل. أصعب شيء إنه الواحد ينط بالهواء، بس هالشي كتير مسلي. بحب هالمكان وبجي عليه على الأقل مرة بالسنة. اليوم جيت مع بنتي لنقضي نهار حلو. حتى طريق النزلة مغامرة بحد ذاتها، وإذا كنتوا كتير مركزين ونسيتوا للحظة وين أنتوا، بضل في شي بذكركن إنكن بسويسرا. هذا الصوت اللي كنا عم نسمعه بالتقرير، صوت المواشي وين ما كان بسويسرا. يعني قد ما تكون عم تقوموا بنشاطات حديثه وهيك اكستريم سبورتس، بس عم تسمعوا هذا الصوت بترجعوا بتحسوا حالكم فتوا بمجال التقاليد السويسريه. انترلاكن يعني الكلمه بتعني مثل ما قلت باول تقرير انترلاكن بين بحيرتين، بس بتصور يعني لالي بتعني انتر بين مودين كمان، يعني بين نمط الحياه الحديث وكله مغامرات وادرينالين عاليه
للطبيعة والهدوء. مش هيك في كتير أشخاص حتى إذا كبار بالعمر بيحبوا يروحوا لهونيك يتمشوا بالطبيعة، يعملوا هايكينج على رواق، يسمعوا المواشي العصافير، وفي شباب كتير بيحبوا يروحوا لهونيك تيخوضوا هالتجارب الحلوة، وبتكون تسلية يعني مهمة كتير، لأنه النشاطات يعني عديدة لا تحصى. إذا بقولكم بس عدد صغير منها: سكاي دايفينج، كانيونينج، رافتينج، بادجي جامبينج، كلايمبينج، وأشياء جديدة جديدة كل مرة، بيكون عدد صغير من النشاطات اللي فيكم تعملوها هونيك. بس في نشاط وين ما بتروحوا بيواكبكم وين ما كان، من أول ما تدعسوا بالمدينة وحبيت تخوض هالتجربة هونيك لأول مرة وما ندمت أبداً. كأنها طيور كبيرة ملونة بسما انترلاكن، بترافقكم البارابونت وين ما كنتوا بهالمدينة. ما في نهار بتوعوا وما بتتفاجئوا بهالمظلات عم بتكزر قدام شرفتكن أو عقمة شي جبل. محبي المغامرة وحتى الأشخاص يلي ما كانوا مفكرين يعملوا بارابونت بحياتهم أكيد رح يتحمسوا ويخوضوا هالتجربة بانترلاكن. شوف شو رح نصور: عصافير، طيارات، مناظر. بالنهار والوقت المحدد بيجي فريق البارابونت بياخدكن من الفندق، وبالباص بتتسمعوا على التفسيرات قبل ما توصلوا على قمة الجبل المجاور لانترلاكن يلي منه بداية المشوار. أنا هلأ على رأس الجبل رح أعمل بارابونت، لحقوني تنشوف شو هالرياضة يلي أول مرة عم كن أعملها هون بسويسرا. فور الوصول على نقطة الانطلاق ببلش قلبنا يدق على المية، وبالأخص وقت يبلش المدرب يعطيكم تفاصيل المهمة الصعبة. تحية لبيروت، أهلا وسهلا فيكم بانترلاكن. نحن على ارتفاع 1500 متر بدنا نعمل بارابونت، هيدا الشيء أكيد كتير خطر. بالإضافة للحذاء المناسب أكيد لازم نلبس الكاسك لحماية الرأس. بالبارابونت القاعدة الأساسية إنه نركض منيح على التقليعة ونضلنا نركض لحديت ما نحس حالنا طرنا. رح نلبس حزام الأمان يلي بيتحول لمقعد وقت نطير، بس انتبهي بالأول ما تقعدي، بس وقت نصير بالسما بيتحول لمقعد وفيك تقعد عليه. عم ثبت كل شي وعم رجلجو عقدك. لازم تلقي منيح عهز النار وقت الانطلاق. رح حضر المظلة ومنكون صرنا حاضرين. والعالم اللبناني طاير معنا. ها شفت العلم الأحمر؟ بدنا نركض باتجاهه. Up in the sky, there is a village, and the people there are blue. I believe it's true. Up in the sky, people are happy, they love to sing, and there is no need for a king. Up in the sky, nothing is insane, like a rocket-driven plane. You can fly above the rain. Up in the sky, you just feel fine. بنصحكم إذا جيتوا لهون أكيد أكيد تعملوا بارابونت. إحساس
إحساس رائع، مناظر رائعة ما بتشوفوها إلا بسويسرا. وسويسرا وإنترلاكن بالتحديد هي مدينة المفاجأة الدائمة، وين ما بتروحوا المفاجأة على الكوع، ووقت ما بتتوقعوا أبدا تشوفوا شيء معين ببين عليكم بتقولوا لا ما معقول، وين صرت أنا، بأي عصر، أنا بال 2016 أو رجعنا على القرون الوسطى، وهذا الشيء رح يبين علينا بهذا التقرير. ما بيعكي الرواق إنترلاكن إلا من وقت للتاني وحسب الفصول رنة جراس المواشي، صوت عربة الخيل أو الدراجات الهوائية. بهالأجواء المريحة بينبسط الزائر وبحس حاله أقرب من الطبيعة ومن التقاليد، بس بيرجع عن جد فينا الزمن لورا وقتا منوقع على احتفال مثل هيدا بساحة من ساحات إنترلاكن. لا، هيدا منو ديكور لفيلم عن طريقة العيش بالماضي، لا هيدا منو مسحة أو كذبة أول نيسان. يلي شايفينه قدام عيونكن هو استعراض مشغول بأدق التفاصيل بيحصل من وقت للتاني بهالساحة، وبمسلو ممثلين محترفين قابضين دورهم جد. رجعنا على القرون الوسطى هلا، بين الولاد اللي عم بيلعبوا بالحبلة والحداد المركز على شغله، الفارس الجبار، خور الرعية أو سكان الضيعة باللباس المناسب، كلهم عم بيلعبوا دورهم على الأصول. ووقتها بيحكي رئيس الضيعة الكل بيتسمع بانتباه. Ich führe euch zusammen mit Daunen, die hier, kann ich sagen, verkleidet sind. Verkleidet sind ja mehr als nur mehr. بالدير الأجواء بعد جدية أكتر، الرهبات عم بيتحضروا للصلاة والصفرة مهيئة لاستقبال الزوار. وإذا تعوق العشاء فينا نبل ريقنا بكاس مي أو نبيد وناكل لقمة جبنة بلدية. هيك منكون تقربنا كمان من نمط العيش القديم بهالمدينة يلي متوفر فيها أحدث النشاطات الرياضية والسياحية. الحلو بإنترلاكن إنه في القسم السياحي وفي كمان القسم التقليدي مثل ما شايفين هون بالشارع. وقت يقطع القطار السريع بيرجعنا للحضارة. هو منوع من النوم؟ لا، ما كنا عم نحلم، نحنا فعلا بإنترلاكن. وهذه مشاهدينا فكرة سريعة عن المناظر والنشاطات اللي فيكم تشوفوها وتقوموا فيها بإنترلاكن. عن جد مدينة سويسرية بتحرز المشوار، وفكرة كتير حلوة للفرصة الجاية إن كان هلا بالربيع أو بفصل الصيف للعيلة أو لأصحاب أو سفرة رومانسية. وهيك بتكون وصلت حلقتنا لختمتها، ومنكون شفنا يعني هالمكان الساحر وأخذنا أفكار جديدة مثل العادة بفواياج فواياج. بحب أشكر أكيد السفارة السويسرية، الأمبassador François Barras، Jasper Sahot، et toute l'équipe de l'Office du Tourisme d'Interlaken. لكن بشكر الجميع وبشوفكم على رد قريبا جدا بحلقة جديدة من Voyage Voyage. Up in the sky, there's no religion.
no mind.